بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. نواصل الدروس في السنة الثالثة متوسط، ودرس اليوم هو الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالظواهر الجيولوجية. إحنا فيما مضى لقد درسنا أن الكرة الأرضية هي معرضة لمجموعة من الظواهر الطبيعية، وتتمثل هذه الظواهر الطبيعية في البراكين وفي الزلازل. إذا كل هاتين الظاهرتين طبعا خطيرتين بالنسبة للإنسان، فبالتالي ما هي الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بهذه الظواهر الجيولوجية؟ كيف نحمي أنفسنا من هذه الأخطار؟ ماذا نعمل قبل وبعد هذه الظواهر الطبيعية؟ نبدأ أولا الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالبراكين. إذا لدينا الإجراءات التنبؤية والإجراءات الوقائية. الإجراءات التنبؤية، هل نستطيع التنبؤ أو التعرف على ثوران البركان؟ طبعا نستطيع أن نتعرف على ثوران البركان قبل ما يثور البركان، بحيث باتخاذ عدة نقاط وعدة قياسات، وذلك مختصين الجيولوجيين، هناك مختصين خاص في هذا العلم الجيولوجي. فبالتالي هناك عدة وسائل تبين لنا أن هذا المكان سوف يثور. عندنا أولا قياس حجم فوهة البركان بواسطة الأقمار الصناعية أو الساتليت. طبعا هناك حجم خاص، قياسات خاصة تبين لنا أن البركان سوف يثور، سوف ينفجر. فبالتالي هذه القياسات باستعمال الأقمار الصناعية. كما نعرف أن البركان به درجة حرارة عالية جدا، فبالتالي عند تغيير درجة حرارة البركان طبعا هذا دليل على أن هناك ثوران البركان. وطبعا نستعمل وسيلة وهي وسيلة البحار الذي هو دوره في قياس درجة حرارة البركان. إذا كانت درجة حرارة البركان عالية فهذا يعني أن البركان هو في طريق الثوران. كما نعرف أن البراكين الانفجارية تنبعث منها غازات، وهذه الغازات المنطلقة من البركان تقاس بواسطة جهاز وهو محلل الغازات. هناك غازات خاصة تبين لنا أن البركان سوف يثور. وأخيراً الهزات الأرضية التي تسبق ثوران البركان، إذا كانت هناك هزات أرضية قبل ثوران البركان أمام مكان البركان، فبالتالي هذه كلها عبارة عن تنبؤات ودليل على أن البركان سوف يثور. إذا بصفة عامة لدينا قياس حجم فوهة البركان بالأقمار الصناعية، لدينا تغيير درجة الحرارة بواسطة المحراب تقاس بواسطة المحراب، لدينا انبعاث غازات من البركان وتقاس بواسطة محلل الغازات، وأخيرا الهزات الأرضية التي تسبق ثوران البركان. هذه كلها عبارة عن تنبؤات يعني تفيدنا ويعني تبين لنا أن البركان في حالة سوف يثور في حالة خطر. فبالتالي ما هي الإجراءات الوقائية التي يتخذها الإنسان؟ أولا إذا كانت هذه الإجراءات التنبؤية واضحة وأن هناك خطر للسكان، فأول عملية التي نقوم بها هو إنشاء مخابع لإجلاء المواطنين، وذلك في ساحات في أماكن بعيدة عن البركان. مخابع. اثنين، تحضير وإعداد مصالح الإنقاذ.
يعني المصالح الإنقاذ، تبييض الأدوية، يعني يكون هناك تحضير كامل وتحضير لتفادي الأخطار الكبيرة. ثانياً، إقامة حواجز لحد من سيران الحمم. كما نعرف أن الحمم طبعاً هي تكون على شكل سائل لزجة، فبالتالي يعني تكون أو تذهب وتسير حتى إلى قرب المنازل، فبالتالي سوف نقوم بإقامة حواجز لحد من سيلان هذا الحمام. وأخيراً لابد من حملات وتوعية بوسائل الاتصال قبل فوران البركان، وذلك باتخاذ كل هذه الإجراءات الوقائية. بعدما تعرفنا على الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالبركين، سوف نتعرف على الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالزلازل. بحيث الإجراءات التنبؤية، لا يمكن التنبؤ بهدوء الزلزال. حتى الآن لا يوجد هناك جهاز ولا قياسات ولا دليل على يعني تثبت لنا وتبين لنا أن هناك زلزال في المستقبل، فبالتالي لا يمكن التنبؤ بحدود الزلازل. فبالتالي لابد من أخذ الاعتبار بجدية إجراءات الوقاية، وسوف نتعرف على هذه الإجراءات قبل الزلزال، أثناء الزلزال، وبعد الزلزال. قبل الزلزال طبعا لابد على الإنسان أن يتدرب على القيام بالإسعافات الأولية، يعني المفروض كل المنازل تكون لدينا يعني محفظة خاصة بها أدوية، والإنسان لابد أن يعني يتدرب على القيام بالإسعافات الأولية التي يستطيع أن يقوم بنفسه على الإسعاف الأولي في منزله. 2. البنايات المغطى للزلازل، يعني حد الآن نلاحظ أن الجزائر هي عبارة عن بلد يعني فيه زلازل، فيوجد في يعني منطقة زلزالية، فبالتالي نوعية العمران، نوعية المباني لابد أن تكون بنايات مضادة للزلازل، وأيضا بنايات ليست مغشوشة، وتكون بنايات يعني متخصصة وبنايات مضادة للزلازل، وذلك باستعمال يعني أدوات ويعني وسائل خاصة ومضادة لهذه الزلازل. ثالثا، حملات التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة، يعني المفروض كل بيت كل إنسان يعرف ما هي خطورة وما هي يعني خطورة الظاهرة الزلزال، وأنها يعني تخلف خسائر مادية وبشرية كثيرة. وهذا ما لاحظناه في بداية الدرس في زلزال بومرداس، اللي كان يعني جد وخيم وكانت خسائر كبيرة جدا، لأن لم تتخذ كل الإجراءات الوقائية التي يجب أن نتخذها قبل وبعد الزلزال. من بين الإجراءات الوقائية التي تتخذ أثناء الزلزال هو أولا عندما تكون الهزة خاصة عنيفة أو بداية الهزة، لابد من تجنب استعمال السلالم والمصاعد الكهربائية، يعني السلالم نقصد بها يعني الدروج والزيسكالير، المصاعد الكهربائية نقصد بها ليزاسانسور، يعني الإنسان يعني ما يكونش متهور فيلجأ للهروب، فبالتالي يعرف أن السلالم هي أول ما تسقط أثناء الزلزال. ثانيا، لابد من الإنسان أن يخرج الحذر، وذلك بقطع الكهرباء والغاز، يعني نروح نقطع الغاز ونقطع الكهرباء بواسطة وجود يعني قطع خاص في المنزل. وأخيرا، أول شيء يستطيع الإنسان أن يعني يستطيع أن يتعامل بها، وهو الاختباء
سواء تحت الطاولات او الجلوس تحت اطار الباب، وذلك يعني حفاظا على سلامتنا. وايضا لابد من الابتعاد عن الاعمدة والاسلاك الكهربائية، يعني انا عندما تشتد تكون الهزة، تكون هزة ارتدادية، فبالتالي بمجرد ما تنتهي الهزة حتى ولو ان الانسان يستطيع الخروج من المنزل، وعليه ان لا يبقى تحت المباني ولا يبقى تحت الاعمدة، لان ممكن ان تكون هناك يعني هزة ارتدادية ثانية تكون قوية، فبالتالي تسبب خطر على هذا الإنسان. هذا أهم الإجراءات الوقائية التي يتخذها الإنسان أثناء الزلزال. ماذا يعمل الإنسان بعد الزلزال؟ بعد الزلزال إذا كانت هناك خسائر بشرية، أول حاجة راح نقدمها هي الإسعافات الأولية. سوف نقوم بالإسعافات الأولية للمرضى أو للجرحى، وثانيا عدم الاقتراب من البنايات الهشة. يعني أن الإنسان عندما ينتهي الزلزال خلاص أو حس الزلزال ما نزلش القاعدة تحت المنازل الهشة، لأن لو توجد هناك يعني هزة أرضية ارتدادية شديدة ممكن هذه البنايات التي لم تسقط في مدة أولى سوف تسقط في المدة الثانية. وأخيرا أنا أتمنى أن كل منزل وكل أشخاص أن يتخذوا بهذه الإجراءات الوقائية. فنحن نعرف أن اليابان من المدن التي تكثر فيها الزلازل، ولكن يعني نظرا لتوعية الأشخاص ونظرا لاتخاذ الإجراءات فدائما تكون الخسائر يعني تكون قليلة إذا ما قارناها يعني بالبلدان التي لم تتخذ هذه الإجراءات الوقائية. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.